مساء الخير. الحكومة الجديدة تشكلت وأخيرا، وزير تربية جديد، عام دراسي بدأ ببعض المدارس وسيبدأ تدريجيا بمدارس أخرى، الأساتذة صوت لا يزال مرتفع يطالبون بتصحيح أوضاعهم، المدارس تعاني وبعضها لا يرحم أيضا وعم بيزيد من الأقساط بشكل مفرط مع رفض التعميم طبعا، الأهالي حدث ولا حرج عن وضعهم. اليوم نبض بيروت رح يطرح كل هيدي المواضيع مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصه رودولف عبود. مساء الخير استاذ رودولف. مساء الخير ست أدمه. ومداخله مع الامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب يوسف نصر، انما البدايه رح تكون مع مداخله من وزير التربيه الجديد عباس الحلبي. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام باستوديو وخارج الاستوديو. أنا بدي أتشكرك أول شيء على أنه خصصت لنا هالمقابلة الصغيرة على الرغم من أنه في كتير ضغط عليك بهالفترة. شكرا لك، وكمان هذه فرصة أنه سؤال حول العام الدراسي اللي مني أنا كمان ألقي نظرة عليه وأحكي كلمة صغيرة بخصوصه. نعم معالي الوزير، حضرتكم يمكن تتلقفون كرة نار لا سيما في موضوع التربية يلي هو يمكن رح يكون أولوية بالحكومة مثل ما حضرتك صرحت لبعض المواقع الإلكترونية. خبرنا شو رح تكون الخطة، بعرف أن حضرتك بعد ما استلمت بس أكيد عندك تصور ورؤية لشو ممكن نوصل. في طبعا مشكلة. ملف كبير بعيد عنه بيئة لتولي الوزارة طب شوي بعد ملفات أكثر تعمق بهذه النفس، وأتأمل أن بعد استلامي 12 معاليك بدي اعتذر منك، رح نرجع نتحول إلى اتصال هاتفي مع حضرتك، يبدو الكونكشن مش منيحة أبدا. نعم معالي الوزير، إذا اوكي استاذ رودولف بداية رح يرجع يكون معنا معالي الوزير باتصال هاتفي، يبدو في مشكلة كونكشن. ليش صوتكم بعده هالقد عالي؟ شو المطلوب اليوم؟ في مدارس عم بتأجل فوتة العام الدراسي، ليش؟ وشو المطلوب لأنتم تروحوا تعلموا حضوريا ونخفف قد ما فينا مشاكل؟ يعني أولا خليني هني رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة واللبنانية بتشكيل حكومة بعد كل هالوقت هيدا، وإن شاء الله تكون بداية لمرحلة انفراج ومعالجة للقضايا الشائكة اللي كل اللبنانية بيعرفوها وعم بيعانوا منها. كمان بحب يعني أتمنى له لمعالي الوزير إن شاء الله مهمة تكون هينة ويقدر يلاقي الحلول المناسبة. بس كمان ما في إلا ما أذكر معالي الوزير طارق المجذوب على الوقت يلي قضيناه سوا نحن وعم نفكر وعم بفكر وعم بلاقي حلول. أوقات كتير كنا نقول إنه مش متعلقة فيه ولا بوزارته ولا عليه هو إنه يلاقيها، بس ولكن ما في شك إنه حاول مع القيمين بالوزارة، يعني مع مدير عام التربية، مع مديرة الإرشاد والتوجيه، مع مصلحة التعليم الخاص وكل العاملين والإكيب يلي ساعدوا، وأنا بتشكرهم على الوقت وإن شاء الله يكونوا هلأ كمان مع معالي الوزير حلبي يكملوا لحتى اللي نقدر نخلص ونبلش العام الدراسي. الصوت مرتفع لأنه يعني من البديهيات أنه في قانون بلبنان كان لازم يكون يطبق، يعني ما فينا نعمل قانون وننسى. عم نحكي عن كل القوانين، وهلا يعني اللي عامل اكثر شيء مشكله ويا ما حذرنا انه نحن رح نوصل لوقت يصير في حاجه ملحه لتصحيح وضع، تصحيح اجور لحتى، وبالتالي كان لازم يكونوا المعلمين اخذين حقوقهم. بدي اقول لك ست قدمة انه قيمه الدرجات، ويعني خلينا ولو حكينا هيك يعني المبلغ اللي كان لكل معلمة أو لكل أستاذ من وراء القانون 46 صار مشي، صار مشي. وهون كمان أنا برأيي بس نرجع مع معالي الوزير. مساء الخير عن جديد معالي الوزير. مساء النور. بدي أعتذر على الكونكشن.
تقول ما سمعت تحيتي لضيفك في الاستوديو وضيفك خارج الاستوديو كمان حيوني. نعم نحن بنتشكرك معالي، بس كنا عم نحكي انه انتم تتلقفون كره نار هلا، لا سيما في الموضوع التربوي يلي هو اولويه، هل كحكومه رح تكون اولويه موضوع التربيه بالنسبه لكم، وشو خطتك وتصورك لما نحن قادمين عليه بموضوع العام الدراسي؟ يعني موضوع العام انجاح العام الدراسي بالتحديد سيكون من اولويات الحكومه الجديده لانجاح هذا العام والضمان للطلابنا ولتلاميذنا سنة دراسية حضورية آمنة. أنا كنت بلشت بسمع حضرة المفيدي تفضل فيه هلأ بخصوص المستلزمات لإنجاح هذا العام، ومن ناحية ثانية لتلبية وتطبيق القوانين السابقة التي تتصل بحقوق المعلمين. وأنا أكيد يعني ان شاء الله اني بشوف المسؤولين في هذا القطاع، وبدي احاول اني ساعد على تامين المستلزمات من ناحيه، والمطالب المحقه ان تعطى او تنفيذ القوانين ان تطبق. فبالتاكيد هذا كله بيتوقف على الامكانيات المتاحه، لانه كمان مثل ما بنعرف انه المشكله الاساسيه في كل ما يدور حول الموضوع هو العنصر المادي. انا ما بظن الايرادات مختلفه الا باستثناء الوضع المالي اللي عم بتعاني منه، ان كان المدارس او كان المعلمين او كان الاهالي او كان التلاميذ. وهون مهمه الحكومه انها تقدر تشوف شو فيها تعمل ضمن امكانيات هي بالاساس ضعيفه، ولكن نحن صرنا فترة طويلة نسمع من الهيئات المانحة والجهات المانحة تقول لنا لا تدخلوا حكومة لأنه في أشياء ممكن نحن نساعد فيها، وهذا تحدي أساسي، لأنه بالإمكانيات الذاتية قد تكون الآمال ضعيفة. عم بحكي حتى ما أطلق وعود وأنا مني بعد مصر حتى على هالأشياء. عم تحكي واقع يمكن معليك. نعم عم تحكي واقع انه نحن بامكانياتنا يمكن مش قادرين هالقد نوصل. صراحه انا ليه قلت لك انه التربيه ليس ملفا غريبا عني، وانا لست غريبا عن ملف التربيه، انا في عندي تعاطي باشياء كثيره وبعرف كل المشاكل الاساسيه اللي عم بعاني منها القطاع. محور الازمه الحاليه تحل بالمال. محور الأزمة الحالية تحل بالمال. إذا توفر هذا المال ما في عندنا أزمة. إذا لم يتوفر أو توفر جزئيا هذا الشيء اللي بدنا كلنا نتساعد عليه لحتى بالفعل نحن يعني نقدر نجتاز هذه المرحلة. نعم. معالي الوزير سؤال أساسي، هل رح تطلبوا حضرتكم كوزارة التربية انه الدعم يلي رح يجي من الدعم الدولي ودعم الجهات المانحة حيكون مخصص جزء منه للتربية ولدعم المحروقات مثلا لتأمين تنقل الأساتذة؟ عم نحكي بالمدارس الرسمية وبعدها بتبحثوا بالقطاعات الخاصة طبعا. بالتأكيد يا ستي، لأنه طيب إذا لم يتوفر البنزين ولم تتوفر المازوت، ما انت كمان عندك مش كل المدارس في بيروت، في عندك بجبال، في عندك بالمحطات البعيده تحتاج لتدفئه، ونحن فريقين على موسم شتاء، والشتاء بالجبل مش مثل بيروت ببلش بالتشرين الثاني، الشتاء بالجبل ببلش بايلول بالتشرين الاول، يعني البرد ببلش هون. فنحن محتاجين لهالشيء. ليك عم بقول انا يعني بدي ناشد حضرة النقيب وكل المعنيين وممثلي قطاعات التعليم بالمدارس يعطونا فرصة شوي لنشوف شو فينا نعمل، أما لا نواجه من أول نهار بمواقف متباعدة. أنا رجل حوار، اشتغلت كل عمري على فتح مجالات الحوارات وحل النزاعات، وانا بتامل ان يكون بهالمرحله عنصر مساعد لايجاد الحلول المناسبه التي توازن
بين الحقوق العادلة وبين الإمكانيات المتاحة. معالي الوزير، ما بقى بدي أخرك ولا أخذ كثير من وقتك، بتتوقعوا تأجل العام الدراسي لما بعد 27 أيلول؟ أنا لا أستني من هالثلاثة، ممكن جاوب على هذا الجواب بعد هذا السؤال. نعم، معالي الوزير بدي أتشكرك، على أمل إنه نشهد نهضة للتربية ونكون الأولاد يلي لهم سنتين برات المدرسة هلا يرجعوا. في كلمة أخيرة بتحب تقولها؟ بحب إنه هذه الفرصة التي يعني الحكومة كانت أمل جديد في البلد، والناس طبعا ومن حقها التسويق بهذه المحاولة في الحكومة، ولكن أنا أتمنى هالجميع يعطونا فرصة صغيرة لالتقاط الأنفاس ونشوف كيف بدنا نفوت بمعالجة هذه الملف. نعم، أنا بدي أتشكرك على هالمداخلة، على أمل لقاء قريب باستوديو مع حضرتك. أستاذ رودولف، تعليقك قبل ما نكفي بموضوع الست درجات. يعني إن كان هيئة التنسيق أو نقابة المعلمين، عم نقول إنه نحن رغبتنا وإرادتنا هي فتح المدارس طبعا والعودة الحضورية لأسباب موضوعية كمان تتعلق بمساوئ التعليم من بعد، وغير إنه فعليا يعني مشتاقين نرجع على المدرسة ومشتاقين الأطفال كمان والتلاميذ فعليا. في صعوبات يجو هلا بالتعلم عن بعد، إنترنت، كهرباء، يعني اكيد ما راح فينا يكون في تعليم من بعد، واكيد نحن عم نشتغل تما يطلب من المعلمين على مدى سنتين يعني اللي سبقوا انه كمان التعليم حضوري وتعليم من بعد، والمشقات عم بتكون يعني مضاعفه. اكيد نحن مع العوده، ولكن كمان وصلنا لمرحله يعني بعدني عم بسمع معالي الوزير، واكيد في فرصه كثيره، واكيد بدنا نتساعد، واكيد نحن رح نساعده، ولكن ما صارت الامور يعني على الابواب يعني فعليا في مدارس ايه يعني وفعليا يعني المعلمين ما بقى بدهم يبلشوا عام دراسي جديد على امل يحصلوا على شيء وعدوا فيه يعني من 3-4 سنين وبعد ما حصلوا عليه. نحن كنا حابين تكون الامور واضحه، لانه المشاكل هالقد واضحه وهالقد كبيره، ولانه الامكانيات للمعلمين وللاهل، لحتى لي ما اكون انا عم بحكي ميلي وحده، لانه عم بسمع وعم بقرا شو عم يكتبوا الاهل. صحيح. لا مش مزبوط يلي عم بيقول لي شخصيا انه ما عندي هم الا الاساتذه والمعلمين. نعم، همي الاول هن الاساتذه والمعلمين، ولكن كمان همومي كمان بتروح صوب الاهل صوب التلاميذ. مش مزبوط انه بس يحكوا على حقوق المعلمين بيكونوا على حساب الاهل، مش مزبوط يعني، مش ضروري يكون هيدا الامر. عم بيشوفوا استاذ رودولف الاهل انه الزودات كلها عم تقع على عاتقهم، وقلت لك تحت الهواء انه في مدارس عم تطلب فريش دولار. ما لها حق، يعني هيدي المشكله هون كمان معالي الوزير يعني رح تكون بين ايديه هيدي الشغله طبعا، ومع مديريه العامه للتربيه، مع مصلحه التعليم الخاص، وكانوا عم بيلاحقوا المواضيع يعني، وعم بيكون في تدابير بايدهم بالقانون ياخذوها يعني، وبتامل ياخذوها تما يكون في استغلال لهيدا الموضوع، او مثل ما صار يعني استغلال لحقوق المعلمين لحتى نزيد قصص ما كان يروح يعني ريعة للمعلم. هيدي هي الفكره. انا بقول له لمعالي الوزير عن جد يعني املنا انه تنحل المشكله مش تتاجل، يعني املنا انه يكون في متابعه. اكيد في عنده اراء وفي عنده قراراته بما خص الخطط اللي كانت او الافكار اللي طرحت، ولكن ما بتخيل انه بعد في عنا مجال نرجع نبلش كل شيء عن اول وجديد. بالعكس مش هيك، هو قال تستلم الثلاثه وتبلش ساعتها. ما هذا اللي عم نقوله، هذا اللي عم نقوله اكيد، لانه اكيد باللي انعمل كثير قصص، كمان متابعته مع الجهات المانحه كمان شغلة مهمة كتير وبيعرفها معالي الوزير. أكيد هو رجل حوار لأنه معروف تاريخه ومعروف يعني شو كانوا المراكز اللي تبوأ أو دوره فيها، ونحن متأملين بهالشي يعني. نحن متأملين أنه هلأ بضل في عبارة يعني تكرر أو قالها معالي، وهي عبارة منطقية، ولكن بدنا نشوف الحلول حسب الإمكانيات المتابعة. أنا بقبل الحكم بالإمكانيات للمؤسسات التربوية ومن يمثلون، يعني مش بس المؤسسة التربوية، بقبل يكون فيها يعني نظرة موضوعية لحتى نشوف هل يا ترى كل اللي ما طبق القانون هو لأنه بسبب إمكانيات ولا بسبب موقف
مسبق من في انه مدارس ما طبقت القانون بسبب مواقف وبسبب ايه وبعدهم بسبب انه لهلا ما بدها تعطيكم حقوقكم. لانه في امكانيات عندها، والدليل ما تعرضوا على هيئتها التعليميه يلي هو اكثر من اللي مفروض بالقانون، وبرضه ما بدها تطبق القانون. وهون صارت القصه عندنا يعني معنويه، يعني ما بيصير كمان قانون صار لنا 4 سنين عم نتعذب فيه، ارتضينا انه ما نعمل خطات كبيره بال4 سنين اللي قطعت، صحيح انه كان فيهم سنتين اصلا يعني كان الوضع غير طبيعي يعني واستثنائي مش صح يعني. بس انا بذكر انه نحن بالمجلس التنفيذي الحالي يمكن اقل مجلس تنفيذي عمل او داعي لاضرابات ولاعتصامات ولتوقف عن العمل. هلا انتم بحاله اضراب. اي نعم انا عم بفهم غلط، هلا انتم بحاله اضراب وما رح بحاله عدم عوده يعني. وانتبه في تجاوب كثير من المعلمين، بس في مدارس بلشت استاذ في بقى ما هي الاداره بتعلن تبليشت العام الدراسي، في مدارس لقيت كومبرومي مع اساتذتها، ونحن هيدا على طول انا بميز بين اللي مرتاح مع ادارته اللي حاصل على حقوقه من ادارته، ليه انا بدي يعني اظلم هيك اداره؟ بالعكس بدي ضوي عليها، بدي اقول لها انا شكرا لانه هيك عملت. ونحن على طول منميز ومنشجع يلي ما عمل يعمل اللي بيفرضوا عليه القانون لحتى لي يكون وضعه مرتاح وفي استمراريه. استاذ رودولف، بس في بعض عم بيلومكم انه عم بتصعدوا بمحل كتير، ويمكن مش عم بتساعدوا باحيان انه يلا بنعمل كومبرومي من كل الميلات لنقدر نقلع، لانه هو بالاخر اللي عم يدفع الثمن مش الاهل والاساتذه والمدارس، الاطفال يلي هن جيل المستقبل، يلي بعتقد اكتريتهم يمكن بهدول السنتين يا ما تعلموا مزبوط لانه ما كان في الوسائل التعليميه اللي مزبوطه بالبيت، يا في اطفال صغار ما عرفوا لقطوا الحرف. يعني من يدفع الثمن هو التلميذ بالآخر، يعني هيدا بعتقد هدفكم الوحيد كأساتذة وكأهل وكمدارس. في خطابين رح أعطيك إياهن هلأ ست أدمى، ورح قلك وأنت قلي لي نقي أي واحد كان لازم نمشي فيه. من 4 سنين من 2017 في قانون كان المفروض نحن لم يطبق هذا القانون كما يجب، ما نروح على أشغالنا ونعتبر كل العقود بيننا وبين إدارات مدارسنا عقود غير قانونية، لأن الطرف الآخر الإدارة ما احترم القانون وما نفذ القانون. اللي صار عكس هيدا، يعني مش صرنا عم نسمع وبقينا على مدى سنتين وثلاثة نسمع عن صرف تعسفي، وصار في صرف وبألاف المعلمين صحيح. تعرضوا لهالنوع من إذا بدك الظلم وصرفوا مزبوط. طيب كان فينا نقول له ان احنا من اول لحظه ما حدا راجع على مدرسته الا ما يطبق القانون، لانه هذا القانون بجانبنا ونحن اللي معنا حق، والدليل كل الدعاوى اللي صارت ربحت من قبل المعلمين على حيالله هيئه لم تنفذ القانون، ربحوهم المعلمين. الشغله الثانيه اللي بدنا نقوله نحن هلا، طب ما صرنا كذا شهر كنا ومن قبل كمان مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع المؤسسات التربوية إسلامية ومسيحية وعلمانية ودينية واللي بدك إياه، وعم نتناقش وما سكرنا ولا يوم باب الحوار وما وصلنا لنتيجة، لأنه بعدنا عم نسمع لحديث هلا معكم حق لازم تاخدوا، لازم نعطي شيء للمعلم. أوكي هيدا اللي لازم نعطيه للمعلم، لخليه ياكل، لخليه يلبس، لخليه يجيب حاجاته، لأنه لازم نعطي مش معناتها عطينا، مش معناتها صار بقدرته المعلم يعمل واجباته إن كان مع العائلة أو مع أولاده أو مع حدا تاني. إذا نحن شبعنا وشبعوا المعلمين، طب شو بعد في الواحد يخسروا؟ إذا بتقولي لهم إنه في مئات المعلمين إذا مش ألوف تركوا القطاع وقعدوا، في معلمات قعدوا ببيوتهم يعني بعد أوفر لهم ما يقبضوا شيء ويقعدوا بالبيت، غير اللي عم بيسافر. صرنا سنة هلا عم نتعذب، بمعنى انه في تمديد مهلي ولا لا؟ هلا خلي يطلع انه في تمديد مهل، يعني اقل شيء 30% من الزميلات والزملاء بالمدارس حاليا ببطلوا موجودين، لانه صار في فرص عمل تانية عم نطلع عليها عم تيجينا ما كنا نفكر فيها، صار بدنا ناخدها، وهلا الطلب صاروا المدارس خايفين من تمديد مهل لانه بيعرفوا انه المعلمين بدهم يتركوهم ويروحوا على غير مجال او على غير وطن وعلى غير بلد ويقبضوا قد ما كانوا صح. اذا منشان هيك كانت القصه مش موضوعيه، مش قانونيه، مش موضوعيه، كانت حسب المصالح. انا بهمني هلا افتح المهله بعتبر انه انفتحت وما حدا بيقول لي لا، وما حدا بيجي معك انت، بمعنى كيف يعني بعد 5 تموز مددتوا قوانين بتمددوا قانوننا نحن هلا مثلا، في شيء غلط يعني عم بيصير انه ما حدا يقول لي انه المدارس المؤسسات التربويه، وقت كنت احكي انا
ومش بشكل كتير سلبي، بس خليني أعيدها إنه هني مركز قوى قوي. هني إذا بقول كارتيل بتطلع الكلمة يعني سلبية، بس هني فعليا مركز قوى قوي، ما فيك تخرقيهم، ما فيك إيه صح، لأنه عندهم كمان مين دعمهم. طب أنا بدي المؤسسة التربوية تطلع على إجريها، بس بدي تضل مين بتناشد؟ أعلى سلطة بتعتبرها مسؤولة من المدارس الكاثوليكية لاتحاد المؤسسات؟ كلهم كل حدا في وراء المؤسسات، المطارنة كلهم فيهم يتدخلوا؟ أكيد غبطة البطرق، المطارنة، إذا بدي كمدارس كاثوليكية، إذا بدي كمدارس إسلامية، حتى في كتير يعني مثلا مع لي يعني أكيد هو عضو بالمجلس المذهب الدرزي بعرف، هلا أنا بدي هون على التلفزيون ممكن هلا في أنطر للتنين، بس في أقول له هلا للشيخ أبو المنى اللي هو مسؤول بالمؤسسة العرفين التربوية، يلي إن الله راد التنين رح يصير شيخ عائل الطائفة الدرزية الكريمة، بس هو المسؤول كمان عن مؤسسة العرفين. هلا كنا عم نتوجه له كمسؤول بالعرفين، هلا رح نروح لعنده كشيخ عقل الطائفة الدرزية يعني أو الموحدين الدروز المدارس الدرزية، نعم، لإنقاذ لإنقاذ المعلمين حتى يعني صحيح. يعني لحتى لنشوف كيف ممكن بهالمركز المهم كمان، لأنه القاضي الدينيين الروحيين لهم دور كبير كتير في مؤسسات دينية أصلا يعني في إلى رعاية خاصة من المراجع الدينية. في كتير من السياسيين ست قد ما عندهم مدارس خاصة، هن أصحاب مدارس خاصة، طب كيف بيشرعوا بالمجلس النيابي قانون ما بيطبقوه بمؤسساتهم التربوية؟ بغض النظر شو الأسباب، خلي كل مدرسة قادرة، فكوا عنا هالحرم إذا بدك إنه أوعى تطبقي، لأنه تعرف أنت وأنا بدي أرجع أوجه تحية للمدارس يلي طبقت القانون بالرغم من يلي تعرضوا له من ضغط ومن إذا بدك تهجمات لأنه طبقوا القانون، وفي منهم كتير مدارس من كل أنواع. هلأ المدارس الأرثوذكسية طبقت القانون، أوكي؟ المدارس الإنجيلية كنا عم نحكي، وبتعرفي دكتور قسطى صديقنا المشترك كمان بأمريكا إن شاء الله يجي قريبا، كمان يعني كانوا أعلنوا أنه رح يعطوا الست درجات. هلأ بدي شوف ناطر، بس أستاذ رودولف أنا بدي أطشط بشغلي هون، في كارثة كبيرة إذا في مدارس قدرت تتقلع ومدارس ما قدرت تتقلع، يعني في أولاد رح تكون عم تتعلم صح. على مقاعد الدراسة، وفي أولاد قاعدة ببيت، هيدا اللا عدالة بالتوزيع، مين رح يتحمل مسؤولية؟ لأنه في إدارات احترمت القانون واحترمت معلمينا واحترمت الأهالي كمان وعملت واجباتها القانونية والإنسانية والاجتماعية، نعم، ليش بدي أخذهم كلهم؟ ليش بدي أقصص أنا المعلمين والأهل؟ السؤال مين رح يتحمل الحق على اللي ما عم بيطبق؟ ست قد ما الحق ما عم يعني أنا اللي عم أقول لك عن جد شبعوا المعلمين، والله زهقوا مني من طولة بالي، ما عم أقول لك زهقوا مني ومن طولة بالي ومن رواقي، وأنا بعرف شو عم ينحكى وبعرف في منهم كتير متفاهمين، ولكن هلأ ما بقى في سبيل لنقدر نضلنا على قيد الحياة اجتماعي واقتصاديا، والأهل نفس الشيء. هون أكيد الدولة إلها دور كبير، أكيد مسؤوليتها كبيرة، أكيد إذا ملزم القطاع التربية ب70% منه للقطاع الخاص ما فيها تتنصل من واجباتها إنه هاو أبنائها إن كانوا الأهل أو التلاميذ أو الأساتذة، ولو كانوا رايحين على قطاع خاص، ولو أنا بعرف ممكن كتير من المؤسسات الخاصة ما بدها الدولة تتدخل فيها إلا هلأ لأنه في حاجة لها، بس بغير مجالات نعم ما بدها تتدخل الدولة، هيدي تحت عنوان حرية التعليم وغيره، بس هلأ ما في مجال إجباري تتدخل الدولة بإمكانياتها بجهات المنحة الخارجية باللي عم يوصل، واللي عم يوصل مش قليل ست أدمى، يعني اللي عم يوصل مش قليل عنا نحن أكتر من تلاميذ لبنان عم يتعلموا بلبنان وهن غير لبنانيين، مفروض نأمن لهم التعليم أكيد، بس أكيد كمان مفروض التلاميذ اللبنانية يكونوا عم يتعلموا على القليل بنفس إذا بدك الشروط، خليني أقول بالتالي الجهات المانحة يلي عم تهتم بالتلاميذ السوريين خليها تهتم بالتلاميذ اللبنانيين، واليونيسف يلي اهتمت بالرسمي لازم كمان
تتوجه لحتى تهتم بالخاص، لانه هيدا تلميذ لبناني وهيدا تلميذ لبناني كمان. يمكن البعض كان يعتبر انه المدارس الخاصه مقتدره اكثر والاهالي قادرين يدفعوا، بس هلا بالازمه المعيشيه اللي نحن فيها صاروا كل السواسية. استاذ رودولف كان حكي، يعني الامين العام للمدارس الكاثوليكيه رح يكون معنا بعد شوي، حكى من بعبدا كاتحاد مؤسسات تربويه انه رح يكون في مؤتمر تربوي ببعبدا، شو قصته هذا المؤتمر وليش تاجل ولا بانتظار الحكومه الجديده كمان؟ يعني اتحاد المؤسسات طلعوا زيارتين عند فخامه الرئيس، اول زياره حطوا بين ايديه مطالب، خليني اقول يعني كتاب انا ما شفته بكل الاحوال، نائبه المعلمين ما شافته، بكل الاحوال كان في تشاور مع الاب نصر يعني كمنسق عام اتحاد المؤسسات حطنا بالصوره، كان في كمان زياره ثانيه لعطوا الكتاب والتفاصيل، حكي فخامه الرئيس عن مؤتمر تربوي، نائبه المعلمين اعطانا كمان موعد سريع فخامته وشفناه. كنتوا عنده من يومين قبل تشكيل الحكومه دغري بنهارتها نفس النهار يعني قبل اللحظات مزبوط، وبالتالي كمان حكينا بالمؤتمر التربوي اللي حابب فخامته يعقده، بس اكيد مثل ما بعرف يعني حابب يكون في له نتائج ملموسه. صحيح. مش كمان يكون مؤتمر على هامش يعني المؤتمر يطلع بحلول تنفيذيه، وهذا كان يعني رغبتنا كنائبه معلمين ونقلنا له اياها. هلا في امور كثيره، ايه نحن بين لقاء الاتحاد وبين فخامه الرئيس كنا عم نلتقي، يعني كنا عم نلتقي على طول ان كان شخصيا مع الاب نصر يلي بوجه له تحيه وبعرف تفكيره، يعني بعرف طريقة تفكيره وهدفه، وبين النائبة واتحاد المؤسسات، وعملنا ثلاث اجتماعات برات أصلا وزارة التربية تنلاقي نحن ورقة عمل مشتركة. أنتو كقطاع خاص. ونحن كنا رايحين صوب إنه خلص أحقية القانون 46 والدرجات الست، وكنا هيدي المساعدة من قبل المعلمين، مستعدين نحن نترك المعلمين يتفقوا مع إدارتهم أكيد برعاية الاتحاد والنائبة، ما رح ينتركوا المعلمين وحدهم. اوكي لحتى يصير في جدوله للمتاخرات، وما تنسي هالمتاخرات اربع سنين يعني راحت قيمتهم، راحت اذا بدك يعني قدرتهم الشرائيه، وكان يعني بمعنى تاني. وهلا عم ندور على المعلمين تنبقيهم بمدارسنا، معليش يعني هلا الوقت انه نمشي على ضوء نشوف كيف بدنا نتساعد. وقت اللي حكيت من قصر بعبدا انه ايه في صعوبات في عرائيل، هالعرائيل وهذا كانت نيتي اولى ممكن تكون كتير معقدة إذا ما في نوايا صافية بين الأفريقا، وممكن تكون كتير بسيطة ويلتقي لها الحلول يلي كلنا عارفين شو هي أكيد إذا الطرف كمان الخارجي، خليني أقول يعني بين العائلة المدرسة الإدارة والأهل والأساتذة، فاتت كمان الدولة كسلطة إذا بدك رعاية، مطلوب عاجل تدخل 100% لحتى نشوف يعني الجهة المسؤولة سيدي. مظبوط. هلا في حكومة جديدة مفروض تعاون، بكرة بدي أشوف بيان الوزارة إذا رح يلحظ يعني بند هالقد مهم يلي هو معاودة رسالتنا التربوية وتسقيف أولادنا، يعني مش شغلة هينة إنه سنتين مش بمرحلة الخطر أستاذ، هذا اللي عم أقوله. ما تأخرنا شوي يعني عن عام الدراسة، يعني إذا لا سمح الله ما كان في عام دراسة مين رح يتحمل هذه المسؤولية؟ صحيح كلنا رح نتحمل هالمسؤولية فعليا، أنا ما رح شيل حالي خليني أقول شخصيا من هالمسؤولية. نحن اللي عم نعمل إنه بدنا صحيح، بس مش بحيلا ظروف بقى، وبعرف انه في ظروف الحل لمشكلتها بايد المعنيين ان كان تربويين ورسميين، بالتالي عليهم هن يلاقوا الحل التنفيذي يخففوا عن كاهل الاهل، صحيح يخففوا عن كاهل الاهل، ولكن مش على حساب المعلمين بقى، يعني مش على حساب ولا حقوق المعلمين على حساب الاهل. اوكي تكون واضحه، في توازن بكل شيء. قبل ما اكفي معك خلينا انتقل للابونا، صار معنا مساء الخير الاب يوسف ناصر الامين العام للمدارس الكاثوليكيه. مساء الخير ادما، ومساء الخير للاستاذ رودولف سعاده النائب. مساء الخير ابونا. ابونا وزير تربيه جديد، الثلاثة مفروض بيستلم مهامه، الثنين الصوره التذكاريه وجلسه اولى لمجلس الوزراء، شو متوقعين من وزير التربيه الجديد؟ شو حاطين خطط؟ في عام دراسة بلش ببعض المدارس وفي عام دراسة متعثر ببعض المدارس الأخرى، حضرتكم شو متوقعين يصير بهذه الفترة المقبلة؟ نتمنى أول شيء بنقول له ألف مبروك لمعالي الوزير الدكتور عباس الحلبي،
واكيد جاي بمرحله وبظرف كثير صعب وكثير دقيق. اللي بنتمنى بدرجه اولى انه يكفي من مطرح ما وصل معالي الوزير طارق المجذوب، ولكن بوتيره اسرع، لانه ما عاش عندنا ابدا رفاهيه الوقت. صرنا على ابواب المدرسه، يعني في جدوله مواعيد للدخول الى المدرسه صمنا ببلش من الاسبوع القادم او اللي بعده. ما بقى عندنا رفاهيه الوقت، نحن ما زلنا قدام مشاكل وعرائيل كثير كبيره، ما زال الوضع متشنج جدا، ما زلنا قدام مطالب وقدام صراخ مطالب اساتذه، وبنفس الوقت صراخ اهل مش قدرانين يزيدوا على الاقساط، بالاضافه الى انه عندنا عراقيل عمليه هي بتتعلق بتشغيل المؤسسه وبتتعلق بوصول الطلاب ووصول الاساتذه الى المدرسه. نحن من هيدا الواقع الاليم اللي موجودين فيه بدنا نتمنى انه مع معالي الوزير الجديد انه نكفي بوتيره اسرع تنقدر نوصل لحلول عمليه. مثل ما كان عم بيقول سعادة النائب، ما بقى في وقت، صار لازم ننتقل للفعل، للتطبيق، للجدية في الالتزام، حتى نفتح مدارسنا والطلاب يرجعوا إلى المدرسة، وهيدا هدف مشترك الجميع متفق عليه، ضرورة العودة الحضورية إلى المدارس وبأسرع وقت ممكن، لأنه كمان ما بنعرف شو ناطرنا بعد عدة أسابيع. أقله نقدر نستفيد من كم أسبوع من التعليم الحضوري حتى يرجع الأستاذ يبني علاقة شخصية مع الطالب، تمكنه أنه إذا اضطرينا نرجع إلى حل آخر يكون مبنى هالتواصل الشخصي ما بين الأستاذ والطالب. أبونا كنت عم بحكي مع أستاذ رودولف أنه في حال لا سمح الله ما قلع العام الدراسي ببنارس قلع وبمدارس أخرى ما كان في عام دراسي، من سيتحمل هيدي المسؤولية؟ طلابنا رح يدفعوا الثمن، ومين قادر ياخد هيك قرار ومين قادر يتحمل هيك مسؤولية أنه في بعض المدارس ما رح تقدر تفتح؟ إمكانيات المدارس متفاوتة جدا، نعم، وهيدا الشيء معروف وهيدا الشيء الكل على علم فيه. هناك مدارس عندها إمكانيات، هناك مدارس مجانية، هناك مدارس الأطراف، هناك مدارس حتى في العاصمة ولكن أحوالها وإمكانياتها ضعيفة جدا، وهي الأكثر تهديد بعدم القدرة على فتح أبواب المدرسة. هذا الشيء رح يخلق تفاوت ما بين الطلاب، طلاب قادرين يرجعوا، طلاب مش قادرين يرجعوا، والطلاب ما ذنبهم. أكيد المسؤولية على مين؟ المسؤولية على عاتق الدولة. بعتقد نحن بدولة، وبس نقول إنه نحن بدولة يعني على الدولة مسؤوليات. كان عم يذكر سعادة النائب وأنا بضم صوتي لصوته تنقول تفضلي يا دولة الحل عندك، الحل عندك. المؤسسات منا قادرة تقدم حلول بالوقت الحاضر، الحل بإيد الدولة. الدولة لازم ترعى شعبها، لازم تأمن العدل، نعم أبونا، يا والمساواة بين مدرسة إن كانت رسمية أو خاصة، وبكل نوع مدرسة خاصة لازم تكون متاحة حرية التعليم لكل طالب في لبنان، لأنه نحن ببلد محترم، نحن ببلد في ناس بتتحمل مسؤوليتها، نحن ببلد مفترض أنه يكون في محاسبة، في محاسبة. بقى بتمنى انه اكيد حتى كلمة اتمنى صارت خفيفة كتير، انه طالب بشدة وبإصرار على انه هيدا الاسبوع القادم يكون اسبوع حاسم، اسبوع حاسم على مختلف المستويات، اللي له حق ياخده، اللي منه قادر الدولة توقف الى جنبه وتساعد المواطنين حتى يقدروا يأمنوا فرص العمل، فرص التعليم لأولادهم
ولأبنائهم. أبونا بدي كمان استفيد من وجودك معنا عبر الزوم. في مدارس عم تفرض أقساط، يعني شوي شبه خيالية صارت، عم يكون في زودات نحو 100% ببعض المدارس، في مدارس عم تطالب بالفريش دولار. يعني أنا بعرف أحد إكزامبل صار قدامي، في أحد المدارس طالبت زودة 35% وفوق الزودة 250 دولار، ما بعرف إذا تابعين لحضرتكم أو لا. أنا وصل لي. بس في شيء يعني صار فوق قدرة الأهل إنه يكون عم ينزاد القسط 100%، لا سيما إنه هي المدرسة أصلاً قسطها مرتفع جداً نسبة إلى المدارس الأخرى. كيف عم بتعالجوا هيدي المواضيع؟ كيف كأمانة عامة وكاتحاد مؤسسات تربوية عم بتعالجوا هيدي الشكاوى يلي عم تجي؟ لو هيدي الحلول هي حلول المدرسة الكاثوليكية ما كنا بمشكلة. لو أنه نحن اخترنا الحل اللي هو الزيادات على الأقساط ودفع بالفريش دولار كنا هلأ منا موجودين بمشكلة أبدا. كنا فتحنا أبواب مدارسنا وكانوا الطلاب رجعوا ابتداء من يوم غد إلى المدرسة. ولكن هيدي الحلول ليست حلول المدرسة الكاثوليكية، هيدي حلول خارج نطاق مدارسنا. نحن القسم الأكبر من مدارسنا ما زال قيد الانتظار، ما زال منتظر شو ممكن يجي مساعدات، شو ممكن الدولة تعمل حتى ما نزيد الأقساط على الأهل، لأنه مثل ما عم نشعر بوجع وألم ومطالبة الأساتذة كمان عم نشعر بوجع وألم المواطنين ومنا قادرين نزيد أقساط كما يجب كما يقتضي الحال. الحال يقتضي أنه يكون في زيادات قد تصل إلى 100% بحسب الدراسات العلمية وبحسب الدراسة اللي قدمناها لفخامة رئيس الجمهورية. حضرتك حكيت بهذا الموضوع ببعبطة، قلت أنه بين 7,800,000 و9,000,000 صارت التكلفة التعليم للفرد للتلميذ الواحد. لأنه نحن ما بدنا نختار هيدا الحل، لأنه شايفين أنه هيدا الحل غير مناسب وغير واقعي وليس بمتناول الأهل. لذلك نحن بعدنا مترقبين منتظرين ناطرين حتى نشوف شو بده يصير. اليوم الكرة بكل صراحة الكرة هي بملعب الدولة، وأنا بضم صوتي لصوت النقيب وبعتقد النقيب بضم صوته لصوتي حتى نطالب الدولة بأنه تتحمل مسؤوليتها. لا يجوز مثل ما كنت عم تتفضلي وتقولي وأنا أصر وأشدد وأكرر، لا يجوز أنه مدرسة على بعد أمتار من مدرسة أخرى مدرسة تفتح ومدرسة ما تقدر تفتح، أو طلاب بنفس البناية طلاب بيروحوا على المدرسة وطلاب آخرين غير قادرين من الذهاب إلى المدرسة. هيدا وضع مش طبيعي، هيدا وضع غير مقبول، هيدا الوضع عم نعمل المستحيل حتى ما نوصل له. أسهل ما يمكن إنه نقول يلا اللي قادر يفتح واللي مش قادر ينطر. شو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نزيد فوق الطين بلة، عم نزيد أزمة فوق الأزمات، عم نزيد كمان لا عدالة بين المواطنين وبين أهالينا بالوطن. ما فينا نقدم بهيدي البساطة على هيدي الحل. نحن ملتزمين مع كافة الطلاب، بدنا حلول على مستوى كل مدارسنا، بدنا الدولة تتحرك. هلأ اليوم صار في عنا حكومة، لازم تبلش المفاوضات مع الاي ام اف بأسرع وقت حتى نقدر نحصل على 860 مليون دولار. وأنا حسب ما وعد فخامة الرئيس ونحن بعدنا عند هيدا الطلب اللي هو بيريح القطاع التربوي، انه يخصص جزء من 860 مليون دولار الى القطاع التربوي ويوصل 200 دولار لكل طالب. عندنا حوالي 700,000 طالب بالمدرسه الخاصه، اذا اعطينا 200 دولار لكل طالب بعتقد القيمه هي 140 مليون دولار. إذا شلنا 140 مليون دولار من 860 مليون دولار ما بعتقد عم نشيل كتير. حق التربية إنه تكون أولوية اليوم. كل القطاعات انهارت بعد فيها القطاع، هل يجوز إنه نقبل إنه القطاع التربوي ينهار قدام عيوننا ونحن قاعدين عم نتفرج؟ أبداً، مش لازم. أولادنا بدأ
اولاد كافه المسؤولين. بعتقد المسؤولين بهالبلد عندهم اولاد وعندهم احفاد بالمدارس، بيقبلوا انه اولادهم ما يروحوا على المدرسه. عم 100 اكثر من 100 سؤال اليوم من الناس. ابونا شو بده؟ ابونا بده اعتذر، يبدو صار في مشكله. ابونا معقول اولادنا وجع الناس بعد؟ عم تسمعيني قدما؟ نعم نعم، رجعنا عم نسمعك. اللي كنت عم اقوله تعيد اخر فكره، عم اقول اكثر من 100 سؤال اليوم. ابونا شو بدنا نعمل؟ ابونا في مدارس؟ ابونا معقول اولادنا ما يرجعوا على المدرسه؟ بعدني عم بعطي امل ورجاء وعم اقول ان شاء الله خير. كلنا جادين وكلنا جديين وكلنا نوايانا طيبه وحسنه وكلنا بدنا انه نفتح مدارسنا ونوصل الى انه نستعيد التعليم بمدارسنا، ولكن بدنا حلول كمان من جهه اخرى، بدنا حلول. نعم ابونا، انا بدي اتشكر مداخلتك وبدي اتمنى انه التعليم ما يصير حكر على الاغنياء فقط، والناس المتوسطه والفقيره ما يعود فيها تتعلم، على امل لقاءات مقبله باستوديو ونكون وصلنا لحلول. استاذ رودولف عندك تعليق؟ هيك هلا كنت وصلني من زميلي، تصور عم بقول لها بدك تدفعي قبل ما تفوت بنتك 300 دولار، هي 6 مليون او 6 مليون والقسط صار 9 مليون و800. يعني القسط 9 مليون و800 مع 6 مليون، وهيدي بدها تدفعهم على شيء. يعني هلا بدي اعرف بس المدرسه على رواق لنشوف. يعني الفكره هيك صح مزبوط انه اوقات كثير مدرسه تفتح وحدها مسكر، نحن شفناها هيدي الحاله، لانه نحن عم ندور على يعني اذا في مقومات العوده مامنه، ماني رح انطر لتتامن بكل المدارس لحد او رح نسكر المدرسه. خلي المدرسه اللي العلاقه ممتازه واللي مرتاحين اهل واساتذه واداره تمام، وفي منهم في منهم هيك في منهم الاداره قدرت تلاقي هالكمبرومي اللي لازمه، هالعلاقه المنيحه بين الاهل والاساتذه والاداره لحتى تقدر تكمل برسالتها. وهو المدارس تقدمها، وهذا اللي بيعرفه الاب نصر، هن مدارس من كل الانواع، في منهم الكاثوليكيه وفي منهم الانجيليه وفي منهم العلمانيه والاسلاميه، اذا حسب الاداره، وبعدنا عم نحكي حسب الاداره. هلا الريزو الكبير، الجمعيه الكبيره ب 30 و38 مدرسه و20 مدرسه على صعيد لبنان، كمان لانه بمرحله سابقه سمعنا انه كل مدرسة تدبر أمورها، مش مزبوط، مش مزبوط، ما كل مدرسة تدبر مش مزبوط أمور. طبيعي يعني لحتالي هون كمان كان ممكن يكون في مجموعة من نفس المدارس عم تنظلم ومجموعة تانية اخدي حقها. لا، ما إذا في مركزية، لا المركزية اللي بدها تهتم بكل الموضوع، إذا في تجمع أكبر التجمع اللي بده يهتم بكامل أعضائه، وهذا اللي عم نحكي فيه. ما فينا نكون اتحاد مؤسسات تربوية خاصة يلي المدارس اللي منضوية تحت لوائه أوقات كتير ما لا تطبق ما يصدر عنه، حتى يعني إنه ما في إلزامية الاستجابة وبيضلوا بالإلشن لك لشو الاتحاد مثلا. تصوري نقابة المعلمين، اوكي نحن عندنا حرية انتساب وحرية اشتراك وحرية، لا صح، بس نحن كمان للمعلمين، مش انه عم نكون متحدثين باسمهم تنقدر نلاقي الافضل انه يلتقى حلول قبل بداية العام الدراسي، قبل وقتا نحن طرحنا باجتماعنا امكانية تأخير بداية العام الدراسي، تأخير طوعي لحتى يلتقى الحلول. يعني يروح بدون تشرين اخر تشرين، شو اللي بيصير؟ شو اللي بيصير؟ ما بقى في امكانيه لرجعه. عم ينحكى عن رفع الدعم بين التنين والثلاثه والاربعه. يا حكي مره قلت لي انه تنكي انه ما بتعبي لكم ثلاث تنكي معاشكم. انا هيني يعني في حسابات كنا عم نعملها بين مثلا الزملاء، اعتبري المتوسط 3 ملايين ليره، في ناس بيقبضوا مليون ليره وبيعرفوا كلهم المسؤولين 3 ملايين، قد ايه عم يطلع معنا اشتراك مولد؟ قد ايه عم يطلع علينا كهرباء الدولة لو ما عم تجي في فواتير؟ هلا نحن قبل ما نفوت بهوتا تروحوا على المدرسة، هلا عم بحكي يعني بمعنى تاني انه ما في معاش. يعني انا عن جد بلاقيها عجوبة كيف اللبنانية قادرين يكملوا، يعني ما عم بفهم كيف قادرين يكملوا بأي ظروف عم يكونوا عايشين، أهل
وما تنسي ما الاساتذه جزء من هالمجتمع، مش عم نميز حالنا، مش عم نميز حالنا. البعض بيعتبروا انه انتم بتعلموا اولادكم من دون بدل، وهذا طيب الشيء يا ريت سالنا. بكره رح نحكي مع الاب لنشوف يعني محاولات تعديل 515 كانت بالماضي لحتى نشيل هالماده يلي في مجانيه تعليم اولادنا بالمدارس اللي نحن فيها على القليله هيدي، عرفتي كيف؟ هيدا بدكم تشيلوها المادة؟ بركي بدي شوف إذا عم بحاولوا هن يشيلوها، أكيد ما رح يشيلوها. إيه؟ إذا في محاولات لشيلها أكيد يعني أكيد نحن رافضين وما رح تنشيل بكل الأحوال يعني. إذا هون الفكرة معليش في مدارس كتير من أولاد المعلمين وبديك نبقى بعطيكي يعني لأتأكد منهم عم تاخد جزء من القسط من أولاد المعلمين اللي عندها. في لحظة في كمان مدارس مع احترامي للكل وعدم التعميم بتاخذهم بطريقه غير مباشره بين كانتين وقرطاسيه وكوستيوم مدرسه التحديد. يعني في مدرسه كتب الام اس فيها بيوصل لمليونين ليره. ليش بده يكون الجراند جاردان كتبه حقه مليونين ليره؟ انا عندي في شغله كمان انه بتحديد القانون لكلمه قصه مدرسه هو كل مبلغ الزامي يعني تتقاضى المدرسة من الأهل من ولي طالب بشكل إلزامي. صحيح. يعني بس يصير في عندك أنت مش سكولاريتي هيك والبارا سكولاريتي اللي حواليها هيدوليك منخدهم من المعلم هيدولي لا وهن إلزامية يعني لازم يكونوا جزء من القسط وبالتالي يعني معفي منهم. وبرضو في كتير عم ياخدوا حتى أجزاء من القسط المدرسة من المعلمين الداخلين بالملاك. وفي مدارس تانية ستنا حتى لو أولادي أنا بغير مدرستي اللي أنا فيها بتعطيني جزء من القسط. شفتي أنه مش كل الإدارات مثل بعضها، ما في تعميم على طول. إيه حسب الإدارة وحسب نظرتها ولا بالمدارس ولا ولا بالأهل ولا بكل شيء. صحيح. طيب هلأ المطلوب عمليا بدنا نحط حلول لنقول إذا بدنا نعمل بلان. إحنا هون أكيد مش نحنا شغلتنا نلاقي حلول بالحلقة، بس أنتو كأساتذة نحنا عطينا يعني ما طالبكم يعني 1 2 3 هلأ لا يبلش لعمل دراسة أكثر من إذا تأجل لتشرين بيكون في مجال طرحناها نحنا طرحناها لحتى لما تطلع من ميلة واحدة ما تلتحقوا يا أساتذة. وفي كتير هلأ استجابة وأنا بشكرهم للزميلات والزملاء اللي عم يحكوا مع النقابة وعم يتواصلوا معنا وعم بيشوفوا كيف بيقدر يخلصوا وعم بيخبرونا شو عم بيصير عليهم ضغوط لحتى يقدروا أو يفوتوا على مدرستهم لأنه الإدارة هيك بدنا. حاولنا نقول لهم للمسؤولين أنه خلينا نحن طوعيا نقول البداية مأخرة شوي بانتظار نلاقي حلول أو بين بعضنا أو مثلا مع الدولة لنشوف إمكان. مثل ما قلتي هلأ أوتوكار أنا رح كون ميلة المدرسة هلأ مدارس لغيت الأوتوكارات طبعا شو معناتها حلت أزمتها بس ما حلت حد أزمة الأهل تيقدروا يجوا يعني ما عليه في إنه ما فينا كمان الأوتوكار لازم يكون موجود هلأ بس لازم يكون موجود بأي طريقة بأي كلفة. تعرف إنه كلفة النقل المدرسة صار دوبل عن بعض أقساط المدارس. خليني خبرك أنه في أحدى المدارس كمان هدول كلهم أسئلة وصلوا لي من أهل ومن زملاء أنه عم ياخدوا بالجمعة حق الأوتوكار وبيسعروه بالجمعة حسب تانكة البنزين. أنا واصل لقلي بالشهر أنت أكتر المدرسة هيدي بالأسبوع يعني بالأسبوع عم بتسعر الأوتوكار. طب أنه إذا ومليون ومليون ونص المدرسة بدها تاخد هي حقها وبيرجع النقل لوحده وبيرجع في حدا حطت لي على تويتر أنه قرطاسية 500,000 كوستيمات حدث ولا حرج ممنوع. نحن اتفقنا وبير نصر كان هيدا رأيه بير نصر اختياري بس في مدارس, بس في مدارس لم تلتزم بقرار أو بتمني خليني أقول الأب نصر ومنهم مدارس كاثوليكية. صحيح. ما شفتي كيف بتصير لا إلزامية الكوستيوم يخيس ماشي ما راح يكون التلميذ هالقد يعني في أسعار استاذ رودول فوق الخيال بالكوستيوم. وفي منهم مبررين خليني أقول في منهم مبررين كلفة صارت كبيرة حيلا شغلة صارت مضروبة ب 12 مينيموم ب 12 عرفتي. طيب خلينا اختياري هالكوستيوم يا عمي ماشي الحال انه ما عم بفهم في امور قرطاسيه قرطاسيه 500,000 حطت وسمعنا لأنه. وزير التربيه ما هيك يعني معالي الوزير طارق المجذوب بيقول انه اليونيسف قدمت قرطاسيه لحلقات حلقه معينه من المدارس الرسميه. صح هذا انا عم اقوله والمدارس الخاصه يمكن ايه؟ والتلاميذ المدرسه الخاصه وين وضعهم شو هن عرفتي يعني لا لازم يكون في شموليه. نحن التارجت تبعنا هو التلميذ بغض النظر مدرسه رسميه ولا مدرسه خاصه. التارجت تبعنا الاستاذ تارجت تبعنا الاهل بغض النظر والا
أنا عم أقول لك أو أمموا المدارس الخاصة أو اخلقوا مدارس رسمية تستوعب كلها التلاميذ تنعرف حالنا نحن شو بدنا نعمل. ممكن ممكن بس هلأ المشكلة الحركة هي مثل ما قال حدا يعني أنه على الأقرب على بيتي. صحيح حدا كمان حتطلع على تويتر أنه خلينا كل واحد يروح على المدرسة الأقرب على مدرسة بيتي. الحي وهيدا أساسا يمكن من الأساس لازم الأهل على طول يفكروا أنه المدرسة الأقرب هي ما هي يعني ما كانت واردة بس يعني ما كانت واردة لا ما كان حدا عارف انه رح يوصل لهون. صحيح. هلا في كمان بعض الاسئله انسالت انه تقويه المدارس الحكوميه. ايه مزبوط بدها تقويه اكيد. اكيد هذا مش حلول سريعه. الحلول السريعه المطلوبه شو استاذ بدر؟ رح اقول لك رح اقول لعام دراسه سليم. رح اقول لك هلا لانه كمان خليني ارجع افتح انا وياك موضوع الاونلاين والتعلم عن بعد يلي لا مش انا برايي مش وارده. انا برايي مش وارده. ماكسيموم الاونلاين ممكن يكون كارو ميدياس يعني بمعنى في حاجه لتلميذ معين لمجموعه التلاميذ ممكن نعملها اونلاين بس تنعتبر انه بالاونلاين فينا نعلم نخلص درس نشتغل كفاية. أنا برأيي لا صعبة السنة لأنه كمان رح تكون بالشخص عنده كهرباء هتا فوت شوف شو بده يعني ما عنده كهرباء عم بتأني من 4 إلى 7 في من 5 إلى 8 فكيف الولد بده يكون حاضر مع لا لا ما في. هلأ التعليم عن بعد يلي كان حكينا عنه مرة هو أنه أسينكرون يعني أنا بودي هالماتيريال والتلميذ بيحضرها مثلا تصوير مش انتراكسون بيني وبين تلاميذي وفتحين مع بعضنا. طيب هيدي هي ما اسمها تعليم اونلاين. هيدي يعني في وديله انا في سجل الحلقه وديله في بس هلا نحن مثلا في احدى المدارس كمان رح تعمل بطريقه معينه 3 ايام حضوري يومين الجمعه اللي بعدها الماترنال رح يروحوا كل ايام الاسبوع بهالوقت يلي منن الاولاد بالمدرسه في يكون عم يتودى في ديوست حتى الولد يضل بالجو يعني هون في مشكلة أستاذ رودولف بدأ أطرحها أنه رح يكون في أهالي مضطرين يستعينوا بأساتذة يعطوا دروس خصوصية لأولادهم يعني هون كمان. قديش نحن عم ندفع قصط وعم ندفع أقساط يعني في بالآخر نحن اختبرناها بالأونلاين. هلأ هون بغض النظر عم بحكي كأم وهرة الأهل بالبيت مش هي ذاتها التواصل مع المعلمة والأستاذ يعني أنه إن زعلت مني ماما بعد يومين بعد دقيقتين بترضي بس لما المعلمة بتكون قاعدة حده وعم بتساعده عم توصل الفكرة أسرع. هل رح نضطر أنه نحط أساتذة ليعطوا ولادنا دروس خصوصية؟ خليني أقول أغلبية المدارس يمكن عم تدرس يلي طرحته وزارة التربية بالمدارس الرسمية يعني تعليم حضوري 4 أيام بالأسبوع. صحيح. 4 أيام. هلأ اللي ساعد هن المناهج اللي انعملوا والتعديلات اللي طلعت من المركز التربوي يلي عطانا نحن مادة ل 18 أسبوع تعليم يعني هذه المناهج المخففة يلي نحكى عنها صارت 18 كنا قبل عم نشتغل على 15 ومحلات على 13 صارت على 18 إذا بهيدي المدة في يعني وقت كافي لحتى لي ناخد أول أسابيع لحتى لي نرجع نعيد كفايات اللي ممكن يكونوا راحوا على التلميذ نعمل مطرح ما لازم الامتحانات الحضورية ونعطيه الأسابيع اللي لازمة وبرضو نخلص ب 18 أسبوع. هيدا كله ممكن ينعمل بأربعة أيام بالأسبوع أوقات كتير بثلاث أيام كمان. هلأ السيناريوهات عديدة بالمدارس يعني ثلاث أيام هالأسبوع يومين الأسبوع التاني بشكل غطي أنا بأسبوعين 5 أيام يلي هن أسبوع واحد أو أعمل 4 أيام بأسبوع وأترك الخامس لا يعني مش رح حطه أونلاين أنا يعني الخامس خلي يكون للتلميذ يعمل الفروض يلي بيكون عامل يعمل المراجعة يلي لازم يعملها إيه يعني بأربع أيام حضوري منا مضطرين نعمل خامس يوم أونلاين تنكمل مش مضطرين يمكن نعمله الأونلاين مع اللي بحاجة يعني في طاقة في اولاد في تقويه صح اولاد اقل من اولاد يعني اولاد مستواهم العلمي والتحصيل بيكون في اولاد بتستوعب اسرع من اولاد في اولاد اقصر في اولاد تطلع يعني الاولى في اولاد بحاجه لمساعده. هذيك السنه في تلاميذ تعبوا كثير في اهل في اهل تعبوا كثير واختبروا شو يعني كمان انه يعلموا واوقات كثير يتعلموا
وفي اساتذه، في اساتذه هلكوا، في اساتذه هلكوا هلكوا دوبي والله، يعني ما حدا الاولاد الصغار ما حدا يطلع، يعني صار يعني بتحس هي كلها عم تطلع من الاكران المعلمه لحتى تقدر توصل الفكره. صحيح، وتقولي لها كمان وقت هالفتره اللي فتنا فيها حضوري في محلات، صار في جروب عم نعلمه حضوري والجروب الثاني عم نرجع نعدله اونلاين على المدرسه، او عم نعلم بنفس الوقت يلي بالبيت ويلي لا. عشنا تجارب كثير الكل، انا عم بحكي عشنا كعائله تربويه مش كسكم علمين. وبرضو يا ست أدمى، هاو هن زيتون كانوا محرومين من رواتبهم يلي مش على القانون. ما هذا اللي عم نقوله، بدنا نخلص بقى مسؤولية تأمين الرواتب بالدرجة الأولى. وأنا واعي شو عم قول، على المؤسسة التربوية، على الجمعية، على الاتحاد. المسؤولية الثانية هي على الدولة، وأنا عم طالب مع الاتحاد ومع المؤسسة التربوية إنه يا دولة تحملي هالمسؤولية. ولكن خليني أكون واضح، ولا مرة بخطاب كنائبي وبخطابي ربطت حصول المعلم على حقوقه على بواجبات الدولة. لا، نحن مش مضيعين البوصلة أبونا، ومتفقين معك أنه نحن متفاهمين أنا وياك الدولة لازم تكون تتدخل، ولكن كدعم، كتكملة، كتتمة، مش كهدف. وإلا أنا بصير رابط حقوق المعلم بقصة واجبات الدولة أنه بس تدفع. بس أنتو كهيئة تنسيق في كمان القطاع العام معكم، القطاع العام رب عمله الدولة هينة، بيقضرب بيقضرب، بيوقف بيوقف، موقف السنويات كلها والمدارس. نحنا عنا مشكلة كمان مع بعض إدارات المدارس، يلي أنت عم بتقولي رح تفتح المدرسة بغض النظر عن موقف أساتذتها أو أهلها أو عن تأمينها. إيه أنا اللي عم قوله، خلينا نأخر شوي تنبلش العام الدراسي بشكل واضح. يعني هلا مع الحكومة الجديدة، مين كان متوقع إنه دغري بنهارتها تصير الحكومة بعد كل هالتهويل والتأخير؟ إن شاء الله هلا يكون في مشينا على مسار الإصلاحات، لأنه الإصلاحات التربوية ضروري، ضرورية أكيد الإصلاحات التربوية. أنتوا كأساتذة راضيين عن تخفيف المناهج؟ أنا بدي أختم. ما فينا، يعني ما كان في حل تاني، ما كان في حل. حتى هلأ بالحضور راضيين عن تخفيف المناهج؟ ما تنسي بدنا وقت تنعود السنين اللي قطعت، السنتين اللي قطعوا، يعني مش معناتها خففوا لنا العمل، بالعكس. ولكن وانتبه، نحن داخلين كنائبة مع المركز ومع أستاذه بحيي، يعني رئيسه أستاذ جورج نورا، يلي في تعاون مستمر هو طالبه مع كافة المعنيين، يعني وعال هينة بنوصل لمصلحة الطالب. في سؤال سألتني احدى المواطنات على التويتر، بتقول انه هو خارج الموضوع بس خاصه فيها تحديدا، انه معلمة لمدة 35 سنة وترفض الادارة العمل بقانون التناقص. ما الحل الذي يجب ان تلجا اليه لنيل حقها بساعات التناقص بالقانون التناقص؟ خلينا نشرح بالاساتذه. نحن اللي عندنا الاساتذه بعد عدد سنوات خدمه محدده بسل الدوام العمل، يعني عدد ساعات الاسبوعيه تتناقص، بسمون هيدول التناقص. يعني مثلا هي اذا كنا بالمرحله السنويه ببدايه السنه 17 بينقص وقتنا ساعه، منضل نقبضها، منضل بتصرف المدرسه، ولكن لاعمال لا صفيه. هاي المدرسة مثلا تصوري 35 سنة إلها بعدها عم بتخلي دوامة، هيدي لازم بالقانون دعوة على المدرسة، يعني شكوى على يعني مصلحة التعليم الخاص، وشكوى كمان عند قضاء المدني العادي. إذا بتقلك تحت الهواء أي مدرسة، أنا مستعد كمان نتدخل. هلا من قلنا بعد عندي آخر سؤال، في شيء ثاني بخضم كل شيء عم نحكي قصة الكورونا، يعني في حدا عم بيقول كمان إنه الإصابات بالمدارس بأمريكا بفرنسا، الأولاد عم يعدوا الأهل وعم يعدوا الكبار بطريقة انديركت بدون ما يكون هن عندهم عوارض. وقصة الفاكسيناسيون للأولاد الكتير صغار كمان، يعني الحكمة عم يعترضوا عليها. إن شاء الله بيكون لنا لقاء مقبل. لا هلا عملوا بالدولة كمان، صحيح. عم بيسجلوا الأولاد من 12 وطلوع وعم يدرسوا. امبارح سمعت خبر كمان إنه فايزر أو غيره بيقدر يعطى للعمر الخمس سنوات. في محلات بلشوا من السنتين. لأن احنا اللي صاير إنه مصلحة التعليم الخاص وزارة التربية عاملة إحصاء، أنا بطلب من كل الزملاء كمان يفوتوا يعبوه تينعرف الأساتذة يلي أخذوا الفاكسان، أي نوع فاكسان وأي جرعة أخذوا، واحد ولا اثنين وغيره. هيدا كتير مهم تنعرف أتسرنا بأي مرحلة من التلقيح. طلابنا نفس الشيء، ولكن كمان تبرهن يا ست أدمى، وأنا أكيد منها صحيح، ممكن يصير في نقل عدوى، ممكن بالمدرسة لأنه مجال ومجتمع عم ينوجد فيه عالم، ولكن
اقل بكتير، مثل ما عم نشوف على الطرقات، مثل ما عم نشوف بمناسبات اجتماعيه تانية، مثل ما عم نشوف بالمطاعم، مثل ما عم بشوف بمحلات تانية فاتحه. يمكن من الاغلاط الكبرى اللي عملناها وكانت يمكن مبرره وقتها انه تسكير المدارس لهالفتره الطويله، صارت الرجعه على المدرسه لسبب صحي عم بحكي مرعبه، او انه تعملني التابو، مش مزبوط. يعني ما صارت هالشيء الاكسبسيونيل بقلب المدرسه. وهون كمان دور الوزاره انه تقدر على طول تعمل هالتفتيش الصحي اذا البروتوكول محترم ولا لا. قبل ما اختم كمان، انا حطينا احصاء صغير على تويتر، ما هي صعوبات العوده الحضوريه الى المدارس؟ التنقلات 39%، الوضع المادي 54%، امور اخرى 7%. المطلوب منكم باخر كلمه انا وياك، التنقل ال 24,000 كافيه لكم ولا مطلوب انه يعطوكم بدل نقل بعيد عن يعني معاشكم الاساسي الثابت، ويعني بيتدرج هيدا او لا؟ نحن طلبنا بشيء، نحن طلبنا اذا بدك، وقت ما وزير الماليه حط ال 24,000 اخذ معادله ضرب ثلاث مرات البدل النقل اللي هو 8,000، على اساس طلعت تنك ال 20 لتر بنزين صار 75,000 بعد ما كان حوالي 25. هلا اذا بده يعمل نفس القصه بده يضرب بدل النقل بعشر مرات، يعني عرفتي؟ لحتى يصير. هلا موعودين انه من هلا لشهر او شهرين بدل النقل رح يرجع يكيف حسب قد ايه بدها تصير تنكه البنزين برضه، بس احسن ما يكون 8,000. شغله ثانيه اللي طالبينها نحن فوق الست درجات، وهو يعني والمتاخرات كيف بدها تتجدول، لانه المدارس اللي عاطيه الست درجات عم بتفكر تعطي مساعده ماليه اضافيه، ساعتها اسمها ماليه مساعده استثنائيه، اكيد ما بيكون عليها تعويضات، ما بيترتب عليها، يعني ما يخافوا المدارس من هالخطوه لانه فهمانين انه هيدي منا تنفيذا لقانون منه صادر، عرفتي؟ بس هيدي المشكله لازم تنحل واللقاءات لازم تتكثف. يعني اكيد معالي وزير التربيه الجديد راح يكون عنده دغري يعني اعماله، لانه بلش العام الدراسي او راح يبلش. وهون بذكر ما بيأدي اداره المدرسه تعلن انه انا فتحت المدرسه لحتى تمشي الامور، اذا الاهل ما قدروا يجيبوا اولادهم يعني ما في مدرسه، اذا المعلمين ما قدروا يوصلوا يعني ما في مدرسه. صحيح، لأذن المطلوب التعاون بين كل الأسرة التربوية بما فيهم الأهل لحتى ننجح العام الدراسي. إن شاء الله بيكون لقائنا المقبل معك وبتكون انحلت. وأنا بدي أشكرك كتير على كل شيء. مشاهدينا أنا بودعكم، بلتقيكم الأسبوع المقبل من هلأ لوقتها، تابعوا برامج الأو تي في وإلى اللقاء.